تعال ننظر إلى أن القرآن العظيم كيف حثنا على الصدقة. يقول الحق سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بعض العلماء فسر هذه الآية العظيمة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي لا تمتنعوا عن الصدقات وعن النفقة وتقول إيه أخشى الفقر أو أخشى العيال. يعني الإنسان يعني يقول ما أنا خايف ما الفقر من صدقة. أنا خايف يعني أفتقر، خايف معايا عيال بكرة، فبيخزن في الأموال. فبيمنع نفسه الخير من إيه؟ من إخراج الصدقة. ولنعلم أيضا أن هناك فرق بين الصدقة والزكاة، يعني كثير من الناس بيخلط بين الزكاة وبين الصدقة. الزكاة أيها الأحبة يعني الزكاة بيخرجها الإنسان عن ماله إذا حال الحول، فرض أو إجبار وهي فرض عليه. أما الصدقة فهي بيخرجها الإنسان تطوعا منه وتفضلا منه. الله سبحانه وتعالى يحث العباد فيقول: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء بأنهم على هدى ووصفهم بالفلاح. فالصدقة أجر عظيم. نأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن يستظل بظل صدقته يوم القيامة. وذلك يعني إيه؟ أجر من المولى كبير. يعني أما نلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن المؤمن يستظل بصدقته يوم القيامة، وأن هو زي ما قال في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم إيه؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم يمينه من فقد شماله من شماله. فيعني أجر عظيم.